مرحبا معكم علاء بحلقة جديدة وفيديو جديد من برنامج رأي مش مهم. اليوم يا جماعة بدنا نسمع أغنية لسنور نزلت، بس قبل كل إشي تنسوش هون بدي أحط أكاونت الانستغرام تعملوا الفولو لأنه هذا أكاونت الجديد. بعرف إني بطول كل بين حلقة وحلقة لأنه عندي شغلات كتير قاعد بحضر فيها بعيدة عن اليوتيوب. يعني زي ما وعدتكم دائما قبل ما بلش أي فيديو أي رياكشن على أي أغنية بحب أعمل شوت أوت لحدا، فراح أحضركم شوت أوت لحدا أنا كتير بحبه، فخلينا نشوف. يلا من مرة واحدة ما تعيش مرتين، ما كنت خبي حدين وطور الملينين شاطين 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 بروش في الجيم شاطين بروش في الجيم بالشيكة بعمل بمكان تلفوني كاعد بين ام بي بعيا كلب مخير من رب خيل ما تخافش بأزم الوضع تافش روافش بيحاجي رجعنا لكم يا جماعة بعد الفيديو، بتمنى تدعموا الرابرز اللي دائما أنا بعملهم شاوت أوت لأنه ناس عن جد جامدة وناس تستاهل. خلينا نحضر الفيديو تبع سنور نعطي رأينا. قبل كل شيء تحية لأهل المغرب، تحية كبيرة قد الدنيا، وأي حدا بيعرف ليركس يكتب لنا شرح أي شيء. يلا طيب جماعة خلونا نسمع أغنية سنور. أنا آخر مرة عملت رياكشن على أغنية لسنور كانت شو كان اسمها شهد؟ في واحدة فين؟ حكاية. حكاية. حكاية كانت آخر فيديو وأتوقع عليه 65,000 مشاهدة من أهل المغرب، شكرا كتير أهل المغرب. معناه إحنا بنعرفش نحكي مغربي، بنعرفش يعني فاهمين علي، بس خلينا نحضر الفيديو. بسم الله سنور يا جماعة. شاهد عندك تعليق عليك، كارلو عندك تعليق عليك اخوي. يلا تبلش. اوه نايس حريات. الحلو بالمغرب عن جد، اوه استنى قبل كل اشي، الحلو بالمغرب عن جد عندهم برودكشنات بتخوف. كيف شفنا الاغنية حكاية كانت يعني كان إشي عن جد behind the scenes كان كتير حلو، كتير كتير كيف كتير effort. مش واحد الحلو، مش واحد يعني عندنا فلسطين يعني بتشوفي 5-6 هناك 20-30 فيديو كليب. أنا بحكيش على فيلم ولا على مسلسل. أيوة أعطيني بأم هاي بأم الزعرة أخو. Old school. كثير. ولا وسنور شو مميز. هذا الانسان غريب. حلو ستايل كثير. كثير. انا لازم كل شوي واقف الفيديو يا عمي عشان ما كلش كوبي سترايك، يعني مش راح تزهق، بس انه بدي اوقف الفيديو كل فتره وفتره عشان ما كلش كوبي سترايك على الفيديو نفسه. عم بحاول يعمل نفس حكاية بس مختلف ستايل. الستايل الغنى بحب قديش جريء سنور باللبس. وال هذا افتر افكت شهد. هذا بيكون بالبوست برودكشن افتر افكت هيك يا جماعه. شوف جرين سكرين حتى شو اتوقع جرين سكرين، بس شوفي ولاو قديش هاد الاشي صعب من 10؟ هات نحكي اذا بدنا نساوي اشي زي هيك هون بالبلد قديش صعب من 10؟ بس بدك اضاءة منيحة وتكون مناسبة يعني. اوكي. جرين سكرين منيح، سيتها بتقدر تتحكم قد ما بدك يعني، مش راح يكون وقتها صعب. اوكي. يعني بدك بيس منيح قوي بالاول. اخوي محمد عند تبع شو اسمه ادوات الكهربائية 40 لمبة شاشة خضرا جاهزة اخوي، مش هاد بتشتغل الباقي. بشرف يعني انا بشرفي خد لك. شكرا.
ولا قديش مميز. ما انا هاي الدخلات انا بموت فيها. اخوان اسفين على المقاطعة. كملوا. ايه؟ وال شايف هذا اللي حكيت لك عنه يا كارلو. هذا الستايل الاقنعة كيف بتغير كل مرة. لبس بخوف يا جماعة. نفسي افهم شو بس هون. هون حلو حلو المشهد بس انه مبين اشكره يعني استوديو مش عارف. اول كان هذا اللي تبع السيارة حلو بس هذا بس هون اللبس كتير حلو صراحة. لبس لازم اقرأ الليركس بعدها. بنفعش هيك صراحة لاني مش فاهم ولا ايش ولا كلمة حرفيا. وال هيك ما هيك. تذكر شو قلت لك على شاشة خضراء واشياء تتحرك كتير. كان نفس الفكرة هاي حرفيا. وال ايش هاد؟ وال شت وال ما اسمه الشيء. بحب احكي اعظم برودكشن بالتاريخ العربي مصر بعدين المغرب دغري هيك لازم حرفيا بشرفي. طلع ولاو حذيفة. اسمع شوف شوف مش منطقي. ولاو غرقنا معهم. اوه مان شوال اذا كان بحضر قاعد فيلم. اعطيني ريفونس يا ولدي علي. شوي شرفي مجنون. اعطيني ريفونس او شاوت لي. بس بحسين بعديها راح اقرب الحلم. هاي هيت والله. بنوية اخت شلن كتير. طلع انا تحت الصوت. يما هاي هاي هذا المقطع اغنية لحاله كتير. هذا اللي اتوقع هذا الاوترو تبع الاغنية. هل تعلمي؟ مش انا بالمغربي مش صوت. انا صفر بالمغربي كمان. ولاو بشرفي. واو ايه والله طلع البرودكشن الشهيد. طلع هي الفي اف اكس. وقف شوي اعملي كمان ستوري بورد. طلع طيب انا بدي احكي اشي سريع باللي بفهم فيه وباللي سمعته. سنور من اقوى الرابرز في المشهد العربي. ولا حدا بدر علق هذا الموضوع. موسيقيا اتوقع هو كمان بيساعد بانتاج البيتس تبعته. اذا بننتبه اغلب البيتات متشابهه بس ستايله هو لحاله حرفيا يعني. هذا سنور. واذا انا نفسي اشي بالحياه والله هذيك اليوم لسه بحكي لصاحبي بالسياره نفسي احضر حفله سنور اللي راح تصير بلبنان يعني. وال قديش سنور حدا جامد ونيال المشهد المغربي على هيك موهبة فريدة وعظيمة عن جد. يعطي العافية. هذا الحكي اللي بقدر احكيه انا صراحة حاليا يعني. شاهد ايش بدك تعلقي على الفيديو او بشكل عام على الاشي يعني. يعني الفيديو فيه لقطات كتير رهيبة. حبيت المي. حبيت كيف حطوا هيك. حتى المشهد الاول يعني كيف المي كانت. والسيارة حسب رأيي احلى اشي من ناحية الالوان. بالضبط. وسنور حدا كتير يعني كتير جريء باللبس يعني فاهمين. اللبس خلص بالضبط يعني ستايل سنور. ستايل اللبس مميز فيه سنور هذا الاشي دايما. فجد واو يعطيهم العافية بشرفي. محمد كلمة أخيرة لأخونا سنور إن شاء الله. أخرب أخوي. كلمة أخوي. كلمة لشاب محترم لشاب بغني وبتعب قاعد. لا أنا منه علي يعني
نبرة صوته بالإلقاء كتير هيك غريبة وحلوة، ومش عارف أنا بس حبيت يعني. أنا بعرفش أحكي كتير، إحنا قاعدين بنعلق على الفيديو وبنعلق على الألوان وعلى اللبس وعلى كل إلا الكلمات، لأنه إحنا مش فاهمين ولا كلمة حرفية. أنا بحكي على الأدب يعني. أنا بعرف بعرف، بس أنا قصدي إنه إحنا قاعدين بنعلق على كل إشي إلا الكلمات، لأنه عن جد مش فاهمين ولا كلمة. فبعد الفيديو أكيد أنا فاهم منه بس واحدة. إيش حكى؟ شفل عديان. هاي أغنية تانية أخوي. الساك هاي أغنية تانية. أبحكي على الأغنية هاي. فهاي نهاية الفيديو يا جماعة. شكرا. احنا طلعوا اول ناس حضروا الفيديو حرفيا، هاي 5000 مشاهده. ها احذروا، تذكر يا سنور احنا من اول ناس اللي بنعمل رياكشن على الفيديوهات تبعتك. هاي نهايه الفيديو يا اخوان. بالضبط، احضروا الفيديو، لايك، كومنت، سبسكرايب. يلا اخوي، يلا 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 اخوي، يلا روح ماكي خير جينا لكم فيديو. يلا اخوي خلاص، طول الاوترو، طول اخوي. نلقاكم حلقة وسبسكرايب بالضبط. نلقاكم حلقة إن شاء الله قادمة جديدة من برنامج رأيي مش مهم، لأنه عن جد رأيي مش مهم، بس أنا حدا بحب سنور كتير. Peace.